السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. في خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثاني المندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الثانية مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله، دائما نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة. ألاحظوا أتوقع أضيف كلمة مناسبة للعنوان. إذا عرس مغربي، لاحظوا معي المشهد. المشهد لعرس مغربي، عرس مغربي تقليدي. عرس مغربي تقليدي. انطلاقا من المشهد والعنوان أتوقع موضوع النص. إذا في المشهد نلاحظ جلوس العروسين ووجود فرقة موسيقية، وهناك سيدة توزع الحلوى. إذن في المشهد نلاحظ جلوس العروسين ووجود فرقة موسيقية، وهناك سيدة توزع الحلوى. إذن من خلال العنوان أتوقع أن يتحدث النص عن أجواء الأعراس المغربية وطقوسها. لنتوقع أن يتحدث النص عن أجواء الأعراس المغربية وطقوسها. لنقرأ النص. عرس مغربي. كان المنزل واسعا مزخرفا ذا أعمدة كبيرة تتراقص في وسطه نافورة من الماء الصافي. فرشت أرضه بالزرابي والمخدات الكبيرة، وجلس عليها في شكل دائري جوق الموسيقى، وقد حف به المدعوون. وفي الطابق الثاني تطل عشرات من النساء يستمعن إلى الموسيقى التي كان يعزفها الجوق وهو يغني، وكان الجميع يوقعون بأيديهم على ركبهم وقد اشتد بهم التأثر. بدأت كؤوس الشاي والحلويات توزع على المدعوين، وقد سطع المنزل كله بالأنوار وعلى صوت الموسيقى، وأقبل كل موسيقي بوجهه على الموسيقي الذي بجانبه، فأقبل عليه هذا أيضا بنفس الحركة وغنيا معا وهما على هذه الوضعية، ثم يفترقان وينصرف كل واحد إلى الموسيقي الذي على جانبه الآخر. بعد ذلك تصف الموائد وينقلب المنزل كله إلى قاعة للأكل، ويقبل النادلون بتلك الأطباق الكبيرة الملأة بقطع اللحم والدجاج وصنوف شهية من الأطعمة. وفي منتصف الليل يجتمع الناس ليخرجوا في موكب كبير ينشدون ويغنون إلى أن يصلوا إلى بيت العروس، حيث يستقبلهم فوج من النساء بالزغاريد والأهازيج، فيحيط بهم المحتفلون وقد ازدادت أصواتهم ارتفاعا، ثم يعودون جميعهم ومعهم العروس إلى بيت زوجها في موكب بهيج. تختلط فيه دقات الطبول ونفير المزامير بزغاريد النساء، وترفع العروس فوق الأكتاف ويطاف بها داخل المنزل وقد أثقلت بالذهب والجواهر النفيسة. وفي خلال ذلك كله ترسل النساء زغاريد متواصلة تعبيرا عن فرحتهن بالحفل والعروس. ويستمر هذا كله في الصباح، فينصرف الناس إلى النوم لتبدأ الحفلات في اليوم التالي، لا لمناسبة جديدة، ولكن لأن يوما واحدا لا يكفي للتعبير عن السرور. أحيط المعنى المناسب للكلمة. يعزف، يوقع الوثيقة، يوقع على الآلة، أو يوقع على يوقع العقوبة على المذنب. إذن يوقع على الآلة، يعزف يوقع على آلة موسيقية. أملأ خريطة الكلمتين متواصلة ازدادت. إذن خريطة الكلمة نحدد نوعها، مرادفها، ضدها، ثم نركب الكلمة في جملة. إذا لدينا متواصلة ولدينا ازدادت. متواصلة نوعها اسم، مرادفها متواصلة نوعها اسم، مرادفها مسترسلة أو مستمرة،
أو مستمرة، ضدها متوقفة، تركيبها في جملة، بقيت الاحتفالات متواصلة 7 أيام، بقيت الاحتفالات مستمرة 7 أيام. الكلمة الثانية ازدادت، نوعها مرادفها ارتفعت، ضدها انخفضت، تركيبها في جملة ازدادت حوادث الطرق. ازدادت حوادث الطرق. افهم، اكمل بما يناسب. وصف كاتب منزل العرس بانه اذا واسع، اذا كوصف لبيت العرس، واسع مزخرف ذا عالة كبيرة، تتوسطه نافورة من الماء الصافي، وايضا حف بالمدعوين، فقد حف به المدعوون. اذا هذا هو وصف البيت، بيت العرس، منزل العرس، واسع مزخرف ذو أعمدة كبيرة، تتوسطه نافورة حفة بالمدعوين، عفوا، أصل الجملة بالاختيار المناسب. كان المود المدعوون يوقعون بأيديهم على ركبهم لأنهم سئموا سماع الموسيقى، أو لأنهم أعجبوا بالموسيقى، ولأنهم لم يهتموا بالموسيقى. إذن كان المدعوون يوقعون على ركبهم لأنهم أعجبوا بالموسيقى. السؤال الخامس، إلى ما انقلب المنزل عندما صفت الموائد؟ انقلب المنزل إلى قاعة للأكل. انقلب المنزل إلى قاعة للأكل. كيف جيء بالعروس إلى بيت زوجها؟ جيء بالعروس إلى بيت زوجها محمولة على الأكتاف. ثم يعودون جميعهم ومعهم العروس إلى بيت زوجها في موكب بهيج تختلط فيه دقات الطبول ونفير المزامير بزغاريد النساء، وترفع العروس فوق الأكتاف. إذن جيء بالعروس إلى بيت زوجها محمولة فوق الأكتاف. نجيء بالعروس إلى بيت زوجها محمولة فوق الأكتاف. أحلل، على ما يدل إقبال كل موسيقي على الموسيقي الذي بجانبه؟ إذن يدل على الانسجام بين الموسيقيين. يدل على الانسجام بين الموسيقيين. استقبال العروس بالزغاريد دليل على فرح أهل العروس بالعروس، على فرح أهل العريس بالعروس.
ورتبوا أحداث النص، يسمعون الموسيقى، يأتون بالعروس، يوزعون الشاي والحلويات، يقدمون الأطعمة. الأحداث هو يسمعون الموسيقى. الحدث الثالث يقدمون الأطعمة. والحدث الأخير يأتون بالعروس. يسمعون الموسيقى. الحدث الأول، الحدث الثاني يوزعون الشاي والحلويات، الحدث الثالث يقدمون الأطعمة، الحدث الرابع يأتون بالعروس. ركبوا قوم أحدثوا الفكرة العامة للنص. إذن الفكرة العامة للنص، يتحدث النص عن طقوس وأجواء العرس المغربي التقليدي. يتحدث النص عن طقوس وأجواء العرس المغربي التقليدي. إذن تقام حفلة العرس بمناسبة الزواج. اذكر مناسبات أخرى تقام فيها الحفلات. إذن مثلا الختان، العقيقة، الختان والعقيقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أترككم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.